بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابه. موسم وما يقطعها عاده. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابه، الحلقه 836 افتتاحيه، وربنا ما يقطعها افتتاحيه خير. أستاذ إبراهيم، مع كل انتصار للأهلي يبدأ سيستم كيف نعرقل الأهلي. ونبتدي بقى نتكلم في الأمور بطريقة فجأة وكأن الأهلي يجامل يعني. واخد بالك؟ فنبتدي مثلا نتكلم إيه؟ تبقى نتكلم في المؤجلات، نتكلم في القوائم، ولكن الأخطر من هذا يبدأ الوقيعة محليا وإقليميا بين الأهلي وكل منافسيه. اليأس يصل ببعض، وللأسف الشديد من ينتمون إلى إعلام المنافس في اختلاق الأمور الغريبة جدا للوقيعة بين الأهلي، بعد أن نجحوا في الوقيعة بين الأهلي وبعض الأندية المحلية، والحمد لله ما زالوا هم قلة، ولكن المحاولة الدؤوبة دلوقتي ان هم يروحوا لمناطق تانية. يبتدي الكلام، هو ما فيش غير الاهلي يكسب افريقيا. هو انت ما فيش غير الاهلي يكسب؟ هو انت عشان مش عارف تكسب يبقى لا، في غير الاهلي بيكسب. فاستطاع الوداد ان يفوز الموسم الماضي بالبطولة، وبالعكس كان بيقول لك هو الاهلي بقى هيخسر بطولتين ورا بعض ولا ايه؟ يعني لو كنت خسرت كان بقى الفشل واهدار المال العام ونغمه اهدار المال العام والدخول عليك بشكل مجنون في لعيبتك مش في صفقاتك. في الوقت الذي يحصل كلام الحجز على الارصده ومفيش فلوس ومش عارفين نرجع اعضائنا وبتاع، تسمع قد يكون حقيقة وقد يكون لا، ولكن ليه لا لما تكون بتناور بهذا الرقم انك عارض على لعيبة الاهلي ارقام خزعبلية وياخدوها بجزء كبير منها مقدم لمجرد انك يعني تشوشر عليهم وما التفتوش الى درس التاريخ، انك وانت قد سبق لك ان فعلت هذا ماذا حصدت؟ حصدت المرارة. انت هل الاهلي تأثر بمن تركوه؟ الى حد بسيط، ولكن سرعان ما الاهلي تدارك الامر واستكمله، لان الاهلي ببطولاته وكيانه وسيستمه المؤسسي وقدوته ومكانته الاقليميه هو قبله من يريد ان يحقق بطولات. فاذا كان هيقدروا ياثروا على حد من لعيبته او من يعني سكواده زي ما بيقولوا قائمته، واشك في هذا باذن الله، البدلاء دائما هيكونوا موجودين، لان الاهلي سيبقى بعدنا جميعا. الاهلي يستمر لانه هو مش ناجح لانه بس عنده لعيبه كويسه، لانه عنده منظومه وعنده تاريخ وعنده عمل مؤسسي وعنده مكانه ورياده وسمعه، اسباب كثيره هي سبب نجاح هذه المنظومه، ونقلناها لكم على السنه الإعلام الخارجي المنافس، وحنستمر في هذا، مش على الناس، مش على احنا، مش احنا اللي بنقول. احنا نقدر نقول ونقول كتير جدا وعندنا من تاريخنا اللي خلينا نقول، لكن دائما وأبدا نلجأ إلى شهادة الآخرين. ده كلام مهم جدا واستهلالية واضحة جدا، يعني مثلا هديك مثلا ونبي، عشان قبل ما نسيب الحتة دي يعني النهارده يبتدوا يتكلموا القايمه 25 ولا 30 والاتحاد الافريقي بيقول لك لحد 40. هنيجي لده بالتفصيل، هنيجي لده بالتفصيل في ابرز العناوين. مقالي ومقاله موسم عرقله الاهلي. الله، الغربال السؤال الصعب، وبعض مثل لسانه استدعاء التاريخ. الشموع الحمراء عن إمام الحديد.
وأسرار الملك المدافع الصلب، ومجلتنا من 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة. هنناقش ضربة البداية فيه، لكن عايزين نطمنكم على استئناف الأهلي تدريباته استعدادا لمباراة حرس الحدود مساء الخميس. مستر مارسيل كولر وصل بالأمس قاد التدريبات. النهاردة كمان اللاعيبة الدوليين انضموا. زي ما انتم شايفين الكل بدأ التدريبات البدنية بعد الأسبوع الراحة. يمكن اللي اتمرن من الدوليين حمدي فتحي ومحمد الشناوي ومحمد عبد المنعم، على أساس أن الثلاثة ما كانوش شاركوا في مباراة جنوب السودان الودية. روي فيتوريا المدير الفني اداهم أجازة من بعد مباراة غينيا في المغرب. والنهاردة انتظم الثلاثي في تدريبات الأهلي، وبكرة يكتمل الدوليين، وسبقهم علي معلول وخندوسي في تدريبات الأمس. وطبعا واضح جدا أنه الراجل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده مارسيل كولر جاي بعد الأجازة. كل الهدف ازاي تخرج اللعيبة من النشوة والفرحة ويستعيدوا ذهنية التركيز الشديدة، لأنه بطولة الدوري لم تحسم بعد وفيها تحديات صعبة. أنا أرجو الأوزان بتاعت اللعيبة اللي هي هتبقى المؤشر ما يكونش حصل فيها زيادات الفترة اللي فاتت دي، لأن هي دي أصعب حاجة تقدر تتغلب عليها عشان ترجع لكمل لياقتك. لأنك أنت بتاخد 5 6 أيام أجازة، سهل في خلال 4 5 أيام تستردها. لكن الوزن هو اللي بيبقى العدو الأول لللياقة البدنية. دي حاجة. الحاجة التانية كويس إن حصل الأجازة دي، عشان على رأيك النشوة تهدى ونبتدي نخش في أجواء التركيز للأهداف القادمة. لأن يا أستاذ إبراهيم أنت باقي لك 10 ماتشات وأقرب منافسيك باقي له 4 ماتشات وسابقك ببنطين. هنفترض أنه هيفوز بال4 ماتشات بما فيهم ماتشك لا قدر الله، يعني فهيوصل 76 نقطة. أنا عايز أقول إيه، عشان ان انا التحدي ان انا اول 5 ماتشات عندي أكثر اصبحوا شديدي الاهميه ب 15 بونت ب 62 يبقى 77. لكن ما اقدرش اقول كده اول 5 ماتشات، انا عايز على الاقل اول 3 ماتشات. يعني انا عندي ماتش مع حرس الحدود اكسبه، ده مهم جدا، وابدا بعد كده علشان استرد القمه عشان استرد القمه وابدا ابص مهم جدا كده. وده اول مباراه بعد توقف ونشوه، ودايما انا بخاف من اول مباراه بعد مثل هذه الأجواء. حرس الحدود يعني يصادفه صحوة بقاله 2 3 أسابيع ويحقق نتائج طيبة، فإحنا علينا نحضر. وعنده لعيبة كويسة وما زالت أحلامه قائمة. سيبك من الكلام اللي بيقوله أي حد تاني إن مين وقع ومين لا، حتى لو فرص بقائه تلاشت، لكنه اللعب بدون ضغوط في حد ذاته صعب. وقدام الاهلي وفي الاخر بتعمل مباراه فيها نتائج معنويه كثيره جدا يعني. فانا ارجو ان ينتبه الاهلي، وهو قطعا منتبهين لهذا. ارجو ان احنا المباراه دي بالذات نقدر نتجاوزها يوم الخميس القادم باذن الله، عشان تلتفت الى القادم بشيء من الأريحية بقى يعني. إن شاء الله. ده كلام مهم جدا. تواصلت اختبارات الناشئين في النادي الأهلي في مقر مدينة نصر لليوم الثالث على التوالي. إقبال كتير وكبير من الولاد الصغيرين. يمكن الكابتن بدر رجب المدير الفني للقطاع راعي البراعم، فبدأ يبدأ من سن صغير قوي، أصغر سن 2018، يعني 5 سنين. فأصغر سن 2018 وأكبر سن 2007، من 2007 ل 2018 دول البراعم الصغيرين. والكابتن خالد بيبو مدير القطاع والكابتن وليد سليمان الاثنين بالمناسبة بنبارك لهم، حصلوا على الدبلومة في الإدارة الدولية من الاتحاد الدولي اللي أقيمت هنا في القاهرة. لكن الإقبال كبير على الأعضاء، لدرجة إن أنا بسأل امبارح قال لك اختبروا في يوم واحد 3000 واحد. ما أنت لما تحط لي يعني دول بيخشوا كي جي 1 وكي جي 2 وحاجات كده يعني في المراحل دي إنما تعمل لي طبعا. كل الحلم لأي حد دلوقتي إنه يطلع لعيب كرة قدم قوي. أيوه. فالمفروض
مؤكد ان معظم حبيب اعضاء دول يعني دول في السن دي بالذات يعني طبعا دول لا يمكن هيبقى لهم مسابقات رسميه، لا 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 دي مدارس مهرجانيه كده ويعني يتعلقوا بكره القدم. لكن خلينا هنبقى من المراحل اللي اكبر، في المراحل اللي اكبر على فكره يعني عرفت من المدربين ان لا في مواهب يعني قالوا لي في يوم واحد امبارح مضوا 18 استماره، يعني في 18 موهبه مضت استماره، مش بس دخل التصفيه اختاروا، خدوهم اختيار قرار نهائي. فربنا للمراحل الاكبر 15 و14 احنا ابراهيم خلي بالك احنا بقى لنا سنتين ما بنعملش اختبارات فالناس طبعا جعانه انها تروح للنادي الاهلي يعني. واعتقد ان يمكن دي اختبارات البراعم بس يا جماعه، لكن في سن اكبر من كده. طبعا دي مش اختبارات تعتبر يعني، دي اللي عايز يلعب يتفضل يعني. الاكاديميات والحاجات دي هتبقى معظمها اكاديميات يعني. انما انا بكلمك في انك انت في واحنا بقى لنا 3 ايام في اجتماعات برضو ازاي نطور العمليه. قول لي ايه بقى لا هتبقى باذن الله في سيستم عشان ما يغيبش عن عنا موهبه باذن الله بعد كده في محيطنا يعني. تمام، فمش هقول لك بقى انا بعمل ايه يعني. كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انتوا شايفين يعني كتايب العمل الكابتن خالد بيبو والكابتن وليد سليمان والكابتن بدر رجب والمدربين، التقرير مركز على الولاد الصغيرين، وكابتن احمد ناجي بقى اللي رجع مدرب المدربين، رجع مشرف على مدربي حراس المرمى. حاجه كويسه اما توصل انت لهذه الخبره. ما هو خلي بالك انت لما بتخلق كادر اداري او فني انت بت 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 بتخلق حاجه مهمه جدا ان ما زادتش عن حتى اكتشاف اللعيب، لان هو ده اللي هيجيب لك اللعيب، هو ده اللي هيجهزه. فانا الاوان طبعا ان احنا نفكر بشكل مختلف يعني، ده حاجه كويسه. ده كلام مهم قوي، لكن زي ما قلت لكم ضربه البدايه دايما مع مقالي ومقاله. موسم عرقله الاهلي ده احنا على فكره، وعطفا على الاستهلاليه يعني اللي لمس عليها المهندس عدلي في الاول، هو بيحب يا جماعه يقفز على المساله شويه، لا هتحتاج همومنا واحده يعني، لانه الحقيقه هو ايه اللي كان مطلوب؟ قلنا لكم بالورقه والقلم والعدد، الاهلي اكتر فريق في العالم يلعب ماتشات رسميه السنه دي في العالم، يعني لو اتلعب كاس مصر السنه دي لانه دي بطوله السنه دي هيبقى لعب 64 مباراه، لو اتاجل كاس مصر زي ما هم بيقولوا هيبقى الاهلي لعب 59 مباراه، اقرب حد 52، الزمالك اللي مقوم الايام دي كلها 50 مباراه. ايه اللي كان مطلوب من الاهلي يعمله عشان ما يتأجلوش ماتشات؟ انت بتلعب في كاس العالم للانديه الماتشات بتتأجل، انت بتكمل السنه الرابعه على التوالي توصل لنهائي دوري الابطال الماتشات بتتأجل. الوضع الطبيعي اللي اتطبق على الاهلي اتطبق على بيراميدز لغايه لما خرج، الفرق بين الاثنين ان الاهلي لعب كاس عالم بيراميدز طبعا الاربع دية بما فيهم الزمالك، بس الزمالك خرج في دوري المجموعات، ما هو خرج هنعمل ايه؟ طيب انما البند اللي كان محطوط في اللائحه اللي سارت على الكل انك لما تتاهل بعد دور المجموعات يعني في الادوار الاقصائيه مفيش ماتشات بين الذهاب والاياب للفرق المتاهله لانه اسبوع. بيراميدز خده وفيوتشر خده والاهلي خده. ايه المشكله بقى؟ المشكله ان الاهلي خد بطوله افريقيا، فمش لاقيين له اي حاجه يقللوا بيها من جداره فوزه بالبطوله. أو يشوشروا، مش يقللوا، هو ما يقدرش يقلل، لكن هو يشوشر وكأنه يعني ما خدش أفريقيا عشان الأهلي يتأجل له، يعني ما كانش معانا يعني في نفس المسابقة يعني، أو في نفس الظروف. لكن لما تجد إن الكلام بتاع التأجيل والكلام بتاع القوائم وبتاع مش عارف كل القضايا اللي أنا أثرتها دي هي نفس، ابتدى ميدو، ابتدى كريم حسن شحاتة، ما هو هنبتدي بقى نقول له يا كريم انت معانا ولا مش معانا قضيتنا كذا، هيقول لك
والله انا ضد تاجيل لنادي الاهلي لان كان معاه قايمه 35 اهو، كانت النتيجه ايه؟ عامر حسين قال لهم 30 النهارده، ما فيش خمسه اللي هم اللي فوق السن. وخلي بالك هو من الناس، الزمالك كان مستفيد من من اللائحه دي، من القوائم الاضافيه، عنده عدد كبير من لعيبته معار بره، واخد بالك؟ فانت انت يعني مستعد تأذي نفسك بس تأذي انا يعني. طب يا جماعه، هي الفكره كلها ما يخص القوائم والقيد. الاتحاد الافريقي من ساعه موسم كورونا والمشاكل اللي حصلت خلى الانديه بتسجل 40 لاعب، وفي الاتحاد الدولي خلى التبديلات في اثناء المباراه 5 تبديلات، كله علشان راحه اللعيبه او عدم ضغط اللعيبه. ازاي اي نادي مصري، وارجوكوا شيلوا الاهلي من دماغكم، انتوا عمالين تفصلوا تفصيلات ضد الاهلي. الاهلي مش لوحده اللي بيلعب في افريقيا، ما البيراميدز داخل دوري الابطال السنه الجايه مع الاهلي على الاقرب، وفيوتشر والزمالك الكونفدراليه، الاربع انديه دول هينافسوا انديه القوائم بتاعتها فيها 40 لاعب. ازاي النادي المصري، اي نادي في مصر هيدخل البطوله ب 30 لاعب واحيانا عايزين تخلوها 25؟ انتوا الهدف كله عرقله الاهلي. انت عارف يا استاذ ابراهيم المفاجاه بقى؟ الكلام ده من 2005. اول ما الاهلي كسب بطوله افريقيا ولعب كاس العالم تبدا تدور على، وكان كابتن سمير زاهر معانا، وتاني سنه وصل في 2006 وكان برضه كابتن سمير زاهر، واحنا هناك ابتدى يتكلم لا لا ما ينفعش ان يبقى فيه 30 لعيب و25 لعيب وهنتكلم في القوايم. قلت له يا سمير بيه، انت يعني بتفتكر النظام لما تلاقي الاهلي استفاد منه، لو خليتها 20 لاعب الاهلي برضه هيكسب. احنا بنعرف نرتب اوراق، لكن الكره المصريه رجع بقى بعد ما قال كده وهننزلهم 5. الاستاذ ممدوح عباس طلب ان العدد يفضل زي ما هو علشان كان في ناشئين كتير في الزمالك هيمشوا، فاتعملت القايمه 30 فضلت بس مش بناء على طلب الاهلي بقى ساعتها. راح كسبان 2006 و2008 و2010 وكل ما يكسب الاهلي عايزين يغيروا النظام. طبعا سكت لما 2007 خسرنا ورجع تاني افتكر. قلت له انت طيب انت استفدت، هو انت 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 معيارك الاستفاده ايه؟ مش نتائج المنتخبات؟ قال لي قلت له طب المنتخبات عامله ايه؟ معجزات. بتغير النظام ليه؟ ما النظام اللي هو افرز النجاحات ده هو النظام اللي انت عايز تغيره. هدفك ايه؟ اذا كان المنتخبات بتستفيد والاهلي بيكسب بطولات. قال لي اخد الصور. قلت له اتصور ليه؟ مش محطوطه قدامك الخريطه كده ولا ايه؟ ولا هم بيجيبوا لك هو الاهلي امتى؟ ويفضلوا يقولوا له عشان كان بقى الوقت ايه؟ انديه عايزه تطلع قبل المجاميع وبتاع، عايزين يوزعوا اللعيبه بتاعت الدرجه الدوري الممتاز على الانديه دي عشان اصواتهم في الجمعيه العموميه. كالعاده لازم وراء هدف ملوش دعوه بمصلحه الكوره، زي ما بيحصل اليومين دول. خلي بالك دلوقتي في نظام من اول السنه كل الانديه ماضيه عليه، اللي هي عامله دلوقتي اجتماع انديه شعبيه. الغريبه ان الانديه الشعبيه المنضمه دي في الدوري الممتاز ملهاش دعوه بصعود والهبوط. ده كويس انك فكرتني الحقيقه يا باشمهندس. يا جماعه القصه اللي المهندس عدلي بيشير اليها بلسان المصلحه العامه، ودي ملهاش دعوه بالاهلي بقى. يوم 2/10 2/10 اتحاد الكوره بعت لانديه القسم الثاني والثالث انه يا جماعه قبل الموسم، يعني قبل الموسم بشهر. الموسم بدا 30/10، يوم 2/10 بعت لهم النظام ان احنا هنعمل دوري موازي للدوري الممتاز اسمه دوري المحترفين. العالم كله ورؤيه روي فيتوريا كده انك لازم تبقى عندك بطولتين للمحترفين، لانك بتنزل وتصعد من البطولتين. المغرب عامله الطفره الكبيره دي بسبب الدوريين دول مع بعض. السعوديه لو خدتوا بالكم بيتسو موسيماني لما كان بيدرب اهلي جده لما نزل دوري متباع تجاريا اسمه دوري الروشن تقريبا، يعني دوري له رعاه وله مداخيل وقوي جدا وبيختار منه للمنتخب. يبقى عندك قاعده لمسابقتين كبار تقدر تعمل التوازن اللي بينهم. هنا في الدوري الممتاز
عندنا 18 نادي الناس عايزه تخفض، فعملوا بديل انك تعمل دوري للمحترفين 20 نادي بحيث انه ياخد ويدي من الدوري الممتاز على بعد سنتين الموسم اللي بعد جاي الممتاز يتخفض يبقى 16 نادي وده يتخفض يبقى 18. دي المصلحه العامه. الانديه اخترت بالكلام ده يوم 2/10 يعني قبل البطوله ب 28 يوم الكل وافق عليها، واتعملت مسابقه بدل ما يبقى المسابقه اللي بعد الدوري الممتاز ثلاث مجموعات متناثره في الصعيد وبحر وابل والكلام ده كله، قال لك لا دور محترفين 20 نادي وهيتخفض يبقى 18 بعد كده، يتباع لقناه تذيعه، مدربين المنتخبات يتابعوه، اللعيبه تحترف فيه، يبقى عندك مسابقتين قويتين ماشيين مع بعض. والانديه تاخد فلوس لاول مره حقيقيه. والانديه يجي لها رعاه ويجي لها بس. وتطور ملاعبها. توسع قاعده الاختيار. الكلام ده حاصل في كل الدوريات، شوف الدوري الانجليزي. وكل الدوريات العربيه شغاله بالمنطق ده، بطولتين محترفتين اقوياء. كانت النتيجه ايه؟ صعدت الانديه وفي انديه شعبيه زي الاولمبي والترسانه بعدوا خالص في المنافسه. طب ما انت بعدت في المنافسه اللي فيها انديه شعبيه، يعني جمهوريه شايبين الكوم ده نادي شعبي جدا في المنوفيه، ديكرنس في المنصوره نادي شعبي جدا. هم دول في المحترفين ولا لا؟ دول في الدوري اللي صعدوا للدوري المحترفين خلاص. يعني ديكرنس موجود مش شعبي؟ طبعا. وجمهوريه شايبين مش شعبي؟ طبعا. طنطا، طنطا مش شعبي. المنيا، المنيا مش شعبي. خد بالك اسيوط. طيب المنصوره، المنصوره مش شعبي؟ كل دول انديه شعبيه. طب انا عايز اسال سؤال، الاولمبي والترسانه ما لحقوش يخشوا، ما لحقوش يفضلوا موجودين في الدوري ده، في الدوري المحترف هينزلوا بقى دوري اللي تحت منه اللي هو دوري بالظبط الثانيه. ايوه. طب انت نزلت علشان فنيا او اداريا او فيبقى الكلام، اصل دي انديه شعبيه هتدار. الترسانه نادي تاريخي ونادي في مراحل من مراحل المسابقه كان المنافس المباشر للاهلي، بس انت بتتكلم بمنطق دلوقتي ده نادي له شركه كبيره جدا، لازم ان الاوضاع الاقتصاديه تختلف وتتغير. الاولمبي انت بعيد بقالك سنين طويله، ده مش ذنب المسابقه دي، ذنب الناس اللي قائمه على اداره الكوره والمشروع بتاع النادي، لانه ديكيرنس اول مره ديكيرنس يدخل المنافسه وكان كتف بكتف مع البلديه للصعود لغايه المباراه الاخيره. كان ممكن يخش الممتاز، كان ممكن يوصل يعني. يصعد للدوري الممتاز ديكيرنس في الدقهليه، المنصوره، طنطا، المنيا، اسيوط، كل الانديه الشعبيه، بني سويف، كل الانديه الشعبيه دي موجوده في دوري المحترفين. ايه فكره بقى ان انا علشان في ناديين فتبدا تجيش، وللاسف تلاقي انديه من الدوري الممتاز متضامنه ضد الفكره. يا جماعه الكوره عايزه تتصلح، والكرة محتاجة فعلا كل الناس، لما يبقى في فكرة هتصلح وهنمشي زي بقية الدوريات المحترفة الناس تبص للمصلحة العامة. مع ان بص بقى يا استاذ ابراهيم، الأندية اللي هي بتقصدها واللي بتجيش دلوقتي من الممتاز عشان تلغي الفكرة، هو انت لا قدر الله ونادي شعبي من اللي موجود دلوقتي نزل على النظام القديم هيبقى دوري اسمه ايه؟ ممتاز بيه او بيسموه المظاليم او الظل والمظاليم. لكن لو انت نزلت على دوري محترفين هتنزل اكنك قوتك موجوده، قوتك موجوده وفلوسك موجوده ومواردك موجوده والاضواء موجوده، لكن الحسبه مش كده. الحسبه لان ما فيهاش حسبه مصلحه الكره المصريه، دايما الخلط، خلط الاوراق بين الدرجات المختلفه الخاص بالعام. لا، ما الدرجات المختلفه ما فيش حته بره كل الدرجات دي ليها علاقه ببعض. انت دي ليها رابطه ودي ليها رابطه ودي ليها رابطه. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف كمان كلام مهم. ما تخافش على الاهلي، طول ما الاهلي في محيطه العربي مع اشقائه عنده كل هذا الود والاحترام والتقدير للانتصارات يا باشمهندس. والانصاف لا يجده داخليا ولكن يجده في محيطه الخارجي الاقليمي على الاقل والدولي طبعا. الاهلي يجد هذا الانصاف عربيا. واحد من المنصفين والمحللين الرياضيين الموضوعيين جدا اللي دايما بيعبر عن تقديره للنادي الاهلي بكل حب وتقدير، المحلل
الكاتب الصحفي الأستاذ علي الزين. أستاذ علي مساء الخير وأهلا بيك وتحياتي وتحيات المهندس عادل الخيعي. مساء الخير أستاذ إبراهيم، وأنا سعيد بالتواجد معكم ومع الباشمهندس عادل الخيعي وبهالفترات الحلوة اللي هي الأيام الفرح بعد انتزاع الأهلي اللقب رقم 11 بدوري أبطال أفريقيا ومثبت نفسه زعيما على القارة الأفريقية ونادي القرن اللي لا 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 يختلف الاثنان على حقيقة اللي نحن فيه هلا ان شاء الله نجيبك في نهاية القرن بإذن الله. استاذ علي قول لي، تابعت الوداد في مباراة العودة في الدار البيضاء؟ والله انا تابعت المباراة وكنت يعني مع احترامنا لنادي الوداد البيضاوي نادي كبير منافس بالسنوات الأخيرة الماضية وكان بطل القارة، عندما متواجد هو بالأدوار المتقدمة، ليش انه نادي الأهلي راح يرجع باللقب من المغرب. لخبرتي بنادي الاهلي ومعرفتي بنادي الاهلي قدرات النادي الاهلي اللي راحوا بطولات من 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 وسبق كنا بهالموقع سابقا. انا بحب اقول كنا لانه بعتبر نفسي من العائله الاهلي. طبعا طبعا احنا نشرف بيك يا استاذ علي. اكيد الله يسلمك. كان عندي امل كبير انه الاهلي مش راح يخذل الجماهير ولا ادارته اللي عملت عمل كبير جدا قبل البطوله ولا الجهاز الفني. وبالفعل يعني الاهلي عودته باللقب مش مفاجاه نظرا للامكانيات الكبيره اللي بيمتلكها ان كان بحراسه المرمى وان كان بخط الدفاع او بالوسط او بالهجوم. يعني بيكفي انه اللي لعب المباراه الاولى شاب مصطفى شوبير وهيدي مباراه تعتبر كبيره على حراس مخضرمين. فمصطفى شوبير اكد قدراته بالمباراه الاولى رغم انه بعد ما ثبت كحارس اساسي بالاهلي ورغم صغر سنه، وايضا الحارس علي لطفي موجود وقت يحتاج الفريق. بخط الوسط حدث ولا حرج، بالهجوم ما شاء الله مجموعه النجوم المميزين، ما بدي اذكر اسماء منشان ما انسى حدا، والكل قام بواجبه وبالنهايه كان التتويج الكبير. استاذ علي، الفوز للاهلي باللقب بعد التاهل الرابع على التوالي رقم في راي حضرتك عالم للان رايك كيف في انك انت في فريق بيلعب اربعه فاينلز ورا بعض؟ هون النقطه اللي بتاكد لك انه نادي الاهلي يغرد خارج السرب. يعني الاهلي بيوصل على الفينال، بيخسر الفينال، بيرجع بيفوز فيه مره واثنين، بيرجع بيلعب مباراه الثالثة باختيار ظالم، لعبت مباراة واحدة على أرض خصمه بين جمهور خصمه، خسر المباراة، رجع جمع نفسه، لملم نفسه، ثبت نفسه، أحرز كل الألقاب، كانت يعني نقطة انطلاق للفوز بالسوبر المصري والسوبر الأفريقي يعني والانطلاق بالدوري منفردا بدون منافس. وايضا رغم اللي حصل بالدور الاول ايضا رجعت مالك نفسه الاهلي وصل للمباراه النهائيه وقدر ينتزع اللقب بعد ما وصل للمره الرابعه النهائيه. هيدي ما بتصير بانديه عاديه، هيدي مؤشرات لنادي كبير، لنادي تاريخ، لنادي فيه ناس بتشتغل، لنادي مؤسسه. رغم الضجيج، رغم الصخب اللي حواليه، رغم المصطادين بالماء العكر، بنطلق المسيره، وهيدا الشيء بيعطي يعني بيعطيك قناعه تامه انه نادي الاهلي مهما حصل معه راح يضل بالقمه. ومن جيل الى جيل الاهلي عم يسلم راي من جيل الى جيل، والقمه مستمره والالقاب مستمره وعم يذهب بعيدا. يعني رغم ما عم بيحاولوا يشوشوا عليه للاهلي، لكن شو ما كانت الظروف عم يضل يحرز الالقاب، عم يضل محافظ على مركزه المتقدم. الاهلي اليوم رقم خمسه على مستوى العالم بالالقاب والانجازات
واداره النادي، فهذا شيء مش عم ياتي من فراغ. انا سمعت الباشمهندس عدلي عم بيقول انه الانصاف عم يجي من برا، انا بطمن للباشمهندس حمدي، باشمهندس عدلي ولحضرتك استاذ ابراهيم ولكل الاهلاويه بمصر، انه يعني خارج مصر كل الناس بتعرف شو عم بيصير، وكل الناس متابعه اللي عم بيصير، وكل الناس والجماهير الاهلاويه وغير الاهلاويه بيعرفوا انه الاهلي يعمل ويعمل ويعمل وتارك الصراخ لغيره. هو انا الحقيقه انت يعني ختمت بجمله انا كنت هسالك فيها، يعني كنت هقول لك هل انت شايف الاهلي كده لانك بالعاطفه انت تحب الاهلي، ولا دي رؤيه تلمسها في محيطك والناس اللي حواليك وان ده واقع الناس شايفاه بره رغم كل الشوشره المحليه؟ استاذ عدلي بدون مبالغه الاهلاوي وغير الاهلاوي خارج مصر في الخليج في بلاد الشام في الدول العربية وأي مكان أنا يعني بصير في حديث عن الأهلي فيه، اللي بحب الأهلي وغير محب الأهلي بيعرف إنه أهلي المؤسسة، الأهلي النتائج، الأهلي البطل، الأهلي اللي دائما على المنصات، وهيدا اللي عم يزيد من شعبية الفريق. يكفي فخرا يعني كل الناس تجمع إنه شخص مثل الكابتن بيبو والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، نحن بنتمنى إن نشوفه بمقابلة نسمع وجهة نظره، نسمعه كيف بيفكر. الكابتن محمود الخطيب وين؟ مع مجلس الإدارة بالبيانات الرسمية للثانية. فهيدا شو بيعطيه؟ بيعطيه إنه هيدا النادي لا يعمل بالصراخ والصخب، لا بيعمل ضمن استراتيجية، ضمن خطط محكمة، ضمن رؤية للسنوات القادمة. فهيدا كل الناس بتعرفه خارج مصر، ويكفي انك انت تسمع بعض التلفزيونات وبعض المحللين اللي عم تطلع يعني تصريحاتهم وبعتقد عم توصل لعندكم بالاشاده بالاهلي وبمؤسسه الاهلي وكيف لازم يتعلموا من الاهلي. فانت لما توصلك هالحقائق من خارج مصر انت بالسليم، انت بالامان، انت عم تعطي دروس، وانت اصلا بعد كل اللي حققته على مدار سنوات طويله منك بحاجه لا لا لا, لا يعني الناس تقول الاهلي عم يشتغل صح. انت من زمان بلغت مستوى من التقدم والتطور، ما عدت محتاج اي حدا يعترف لك، انت اصلا خلص وصلت. هو هذا الاحترام الذي نلمسه من كلمات حضرتك والمنصفين هو الحقيقة اللي بيسعى إليه النادي الأهلي، وهو الحصاد الذي يطمن الأهلي أنه يسير بشكل جيد. فيعني الاحترام هو ليس يعني لا علاقة بالعاطفة، وده قيمة الاحترام أكثر من الحب. نشكركم على الحب وعلى الاحترام، وباذن الله تفضلوا في ظهر النادي كل الحب والاحترام، ونظل نعمل من اجل مزيد من الحب والاحترام. طبعا نحن بنعتز انه النادي الاهلي اللي بنحبه ويعني وربينا على محبه النادي الاهلي والقاب النادي الاهلي وسيطره النادي الاهلي، اللي بيخليك تحب اكثر هالكيان الخط المرادف له اللي هو المبادئ والقيم والاحترام والاحتراف، او تعامل لاعبين النادي الاهلي بالخارج وبالداخل وقديش التزام اللاعبين. فهون انت بتعرف كيف يدار نادي الاهلي، من هيدي النقطه بتعرف انه هذا النادي مش يعني بنيت اساساته عبر عظماء بكره القدم. يعني انا يعني بتذكر الكابتن صالح السيم الله يرحمه قديش كان حريص على الايمج تبع نادي الاهلي، ومن بعده الاستاذ حسن حمدي والكابتن بيبو كمان مستمر بالقافله. واللي شفناه الشيء المميز بالمباراه الاخيره كان سعيد جدا لحسام غالي، انا لما صعد على المنصه وشارك بتسليم الميداليات للاعبين،
لانه الاهلي ما بيتوقف عند شخصيه معينه، الاهلي استمراريه، مثل ما فريق الكره مستمر بحصد الالقاب، ايضا اداره نادي الاهلي مستمره باشتراع الكوادر الاداريه الناجحه، وهذا الشيء على 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 مدى سنوات طويله شفناه ولمسناه. وهلا وصل يعني مثل ما بقولوا القطار عند حسام غالي، وعم يتم تحضيره لاشياء كبيره بالمستقبل. فهيدا الشيء يعني نحن كلنا مرتاحين انه الاهلي بايدي امينه هلا وبالمستقبل. الحمد لله. استاذ علي كنا سعداء جدا براي حضرتك، والف الف مبروك انجاز الاهلي الكبير. مبروك لنا جميعا والى مزيد من الاحتفالات باذن الله. شكرين. وننتظرك في القاهره عما قريب ان شاء الله. والله القاهرة على البال دايما، بس ناطر بس فرصة لحتى أكون بينكم بالقاهرة إن شاء الله. تنور وتشرف يا أستاذ علي. شاكرين جدا. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي والمحلل الرياضي اللبناني المتميز الحقيقة الأستاذ علي الزين، اللي بيثري الفضائيات العربية والخليجية بكل إسهاماته المتميزة الحقيقة. تطمع وعايز إيه تاني؟ عايز حد. ألا يكفيك هذا الاحترام وهذا التقدير الذي تلمسه من الناس اللي ملاش مصالح بقى. لا ملوش مصالح معك خالص. ده يرصد الامور من الخارج. هيضايقك بقى ناس متحامله عليك هنا ولا بقول لك احنا اكتر حاجه بتسعدنا وتشرفنا بالاهلي القيم والمبادئ اللي الحمد بيتمسك بيها. مثلا هي مش شعار ولا تشدق. ولا دي ثقافه ودي ودي تقاليد ودي والعائلات. والاهلي بيقول لك عائله الاهلي، العائلات لها تقاليدها. ودي تقاليدنا. هو بيقول لك انا بيسعدني دايما ان اشعر ان انا من عائله الاهلي. ويتاجروا عليك، يقول لك عايز يتاجر عليك بمبادئك. هو الاهلي مبادئه ايه؟ ده بتضحك عليا؟ هرد عليك. مش من مبادئه انه يفرط مش بلغتك بحقه. مش في مبادئه انه يفرط بحقه. ومش هرد عليك بلغتك، مش يعني هرد عليك بالحقيقه. يعني فكره انك كل حاجه تربطها لي. طيب. وتاخد وتشوه زي الحاجه اللي تضحكك ان ترسل صوره للاعب بيشاور والده في المدرج ولا بيحييه. هقول لك عليها، لكنه من رصانه التحليل اللبناني ممثل في الاستاذ علي الزين الى عمق الرؤيه السودانيه ممثله في الكاتب الصحفي السوداني الاستاذ ياسر قاسم. استاذ ياسر مساء الخير. مساء النور. تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. تحياتي لك زميلي ابراهيم المنيفي، وتحيات خاصه للباشمهندس عادل القيعي. وقبل كده لابد من تقديم التهنئه لجمهور الاهلي وكل منسوبي الاهلي داخل مصر وخارج مصر بالانجاز الكبير اللي حققه النادي وحصوله على اللقب رقم 11 في دوري ابطال افريقيا. قبل ما اساله واسال اي حاجه يعني عايز اقول لك قلوبنا معكم طبعا، وباذن الله ربنا يعني يدخر الخير للسودان ويعدي كل ازمات. واحنا لما نقول السودان هو شقيق بالمعنى الحقيقي، التاريخ بيقول كده. اتفضل بقى متعنا برؤيتك الصائبه. الله يكرمك يا باشمهندس. وقبل كل شيء لابد من تقديم التحيه والتقدير لفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر على القلوب اللي فتحوها قلوبهم ومشاعرهم تجاه أشقائهم من الشعب السوداني في الظروف وفي المحنة العالم عارفها حاليا. ونتمنى بأنه ربنا يزيل المحنة الحالية والسودان ومصر وكل الشعوب العربية تنعم بالخير وبالسلام ان شاء الله. استاذ ياسر خليني يعني احييك باثر رجعي، لان انت كان ليك راي موضوعي وامين جدا اثناء مباراه الاهلي والهلال وما حدث فيها من احداث. وقتها انت كتبت مشكورا، واعتقد كان ليك مداخله معانا من هنا، لومت ما حدث في الخرطوم ودعوت الى وحده الصف والى الابتعاد عن كل هذه التوترات. والاهلي كمل في طريقه والهلال يعني لم يكتب ليه الاستمرار. فتحيه ليك باثر رجعي. الخط قطع ولا ايه؟ استاذ ياسر
الى ان نسترد الاستاذ ياسر مره اخرى. انت لسه معانا، لسه معانا معانا استاذ ياسر. يعني الاعلام دي بقدر الامكان الواحد بيكون قدامه الحقائق. لما انا كتبت ما كتبت يعني كثير من الاخوه في نادي الهلال والاخوه السودانيين انه زعلانين، لكن في النهايه الحقيقه هي اللي تبغى، حتى لو ما تكشفت لبعض الناس العاطفيين في وقتها، لكن لاحقا حتكتشف. وفي النهايه ده اللي حصل. انا في تقديري كان انه الاهلي ما كان عنده اي ذنب تجاه الشيء اللي حصل له، والهلال تضرر منه بالمناسبه. انا في تقديري الهلال هو اللي تضرر من مساله تحميل المباراه اللي حصلت في انضمام اكثر مما تحتمل. ايوه يعني الهلال لم يستفد من فوزه على الاهلي بسبب انه حمل المساله اكثر مما تحتمل، ومنح الاهلي في المباراه اللي في القاهره هو دفع معنويه جيده والاهلي استفاد منها. عايز ارجع لمساله فوز الاهلي بالبطوله. ايوه حقيقه الناس كلها بتستغرب انه الاهلي تاهل بصعوبه وانه ركله الجزاء اللي ضاعت من الهلال، لكن في النهايه الناس لازم تعرف انه اي بطوله بنظامها واي فريق بيتعامل مع البطوله بحسب نظامه. البطوله دي معروف نظامها في دوري المجموعات بيختلف من النوك اوت، من خروج المغلوب. اذا لاحظنا الاهلي في الاربع نهائيات اللي وصلها في اخر 4 سنوات وحقق فيها 3 ألقاب الاهلي بيتاهل كثاني مجموعه، ودي ما حاجه بتنتقص من الاهلي، بالعكس حاجه بتشرف الاهلي بانه بيعرف كيف يتعامل مع كل بطوله حسب مراحلها. وما ننسى انه في السنوات الاخيره البطولات متداخله للاهلي، الاهلي بيلعب بطولات كاس عالم 2 في سنه واحده، والاهلي بيلعب بيوصل للنهائيات كل سنه. الاشياء دي لابد من انه تجعل الاهلي يتعامل مع كل بطوله بمجهود معين. الاهلي مجرد ما يتاهل من مرحله المجموعات بتشوف الاهلي فريق مختلف تماما، واذا انت بتعرف كره قدم تيقن تماما انه الاهلي مجرد ما يدخل لمرحله الاقصائيات هو المرشح رقم واحد للوصول للنهائي. خليني اسال في الجزئيه ديت يا استاذ ياسر، ليه؟ لماذا يختلف الاهلي في ادوار المجموعات ويتحول الى فريق اخر في الاقصائيات؟ ايوه اوريك ليش. لانه الاهلي في النهايه بيعتمد على منظومه عمل مؤسسه متكامله. ما بنتكلم عن لاعب معين، ولا بنتكلم عن مدرب، ولا بنتكلم عن رئيس نادي هو اللي لازم. الاشياء دي في الاهلي ما غير موجوده. الاهلي كل المنظومه عباره عن فيروس بتشتغل في منظومه واحده، مهما تغير فيروس واحد الفيروس. الصوت استاذ ياسر. سبعه مدربين احرز لقب دوري ابطال افريقيا بالمدرب الثاني وبمساعد المدرب وبالمدرب الاول، احرز لقب ابطال افريقيا بالحارس المعروف عصام الحضري، واحرز لقب ابطال افريقيا بالحارس الاحتياطي. في كل اشياء بتاكد لك انه الاهلي نادي فعلا هو مؤسسه ومختلف تماما عن كل الانديه. يعني مختلف عن الانديه في افريقيا والانديه في محيطه، وبيستحق فعلا الشيء اللي حصل عليه بالارقام وبالحقائق. لما نشوف الاهلي خامس افضل نادي في العالم في الايام السابقه، هي نتيجه ارقام ونتيجه حقائق. يعني الكلام الانشائي والكلام بتاع التقليل منه والاشياء دي في النهايه ما بتنفع امام مؤسسات دوليه بتختار الاهلي وبتصنف الاهلي في مصاف انديه العالم. يعني احنا طبعا والشيء الناس اللي تحدثوا فيه عن المجاملات الاشياء دي انا تناولت انا في مغالي. انت لما تجي تشوف الاهلي وصل 16 نهائي واحرز اللقب 11 مره. ال 11 مره فيهم احرز اللقب 6 مرات خارج مصر. يعني كيف انت بتتكلم عن المجاملات باي منطق؟ والاشياء الاهلي يحرز اللقب بطوله لا توقيع في كل الالغاب، كل الالغاب ال 11 الاهلي لم يحصل على لقب بركله توقيع. فدي كل اشياء. انا برجع لقصه ركله الجزاء المبتدئه.
الاهداف اكثر صاحب. ايوه انا شايف انه المساله الناس بتتوقف في تفاصيل هي جزء من كره القدم. يعني انت بتتحدث عن حاجه جزء من كره القدم. عندك منتخب الارجنتين اول مباراه كاس العالم الاخير خسر من السعوديه. صحيح. هل معنى كده انه هو ما مؤهل هو ياخذ كاس العالم؟ يبقى السعوديه تاخذ كاس العالم باعتبار ان هي كسبت الفريق اللي كسب البطوله. ايطاليا في مونديال 82 ما حققت اي فوز في دوري المجموعات. اي فوز ما حققته. اخذت كاس العالم. ده المفارقه يا استاذ ياسر انه حارس المرمى ويليامز بتاع صن داونز اللي صد كوره قطر الطاهر هو اللي قبلها صد كوره محمد هاني في ماتش الاهلي، نفس الحارس. وهو نفس الحارس اللي اخطا في الهدف اللي سجله بتاع الهلال. ايوه. هو احنا بعيدا عن كل التفاصيل، كل اللي نرجوه ونتمناه، لان الهلال بالذات كانت له مع الاهلي علاقات خاصه جدا. انا خبرت يعني عندما كنت مسؤولا في النادي الاهلي جاءني وفد او جاء للنادي الاهلي وفد برئاسه اعتقد كان صلاح ادريس، مش متذكر مين كان رئيس، اعتقد جاء على النادي الاهلي يزور النادي الاهلي وسالني ما ترشح لنا مدرب يجي الهلال. انا وقتها رشحت له كابتن مصطفى يونس، وراح الكابتن مصطفى يونس وكسب معاهم بطوله الدوري. واذا كانت ثقه والتواصل كان على اعلى ما يكون. لا سمح الله في من عبث في هذه العلاقه هنا او هناك، ولكن نناشد اصحاب الرصانه والعقل والحكمه امثال الاستاذ ياسر وامثاله، وبنفتقد السر جدور عليه رحمه الله عليه رحمه الله، انهم يعني يفهموا الاجيال اللي موجوده دلوقتي يعني ايه علاقات بين الاهلي واشقائه، سواء المريخ او سواء الهلال، لان احنا السودان عندنا حاجه غاليه قوي. حقيقه يا باشمهندس، حقيقه والمعلومه اللي تفضلت بها اتفضل. حقيقة كلماتك الطيبة دي والمعلومة اللي تفضلت بها هي حقيقية 100%. أنا بشهد على الحادثة دي، الحادثة دي سنة 2003 فعلا، رئيس نادي الهلال السيد صلاح أحمد إدريس جاء عن طريقه الكابتن مصطفى يونس. هو أول تدريب لكابتن مصطفى يونس في السودان كان عن طريق الهلال. زي ما تفضلت يا باشمهندس انه العلاقات، انا ذكرت المساله دي، علاقات الهلال والاهلي تحديدا وعلاقه مصر والسودان بشكل عام، علاقه عميقه جدا، يعني من ايام اجيال سابقه، من زمن الكابتن رفعت الفناجيلي، كابتن المايسترو صالح سليم، كل الهلالات. انا بقول لك كل الهلالات اللي بيعرفوا تاريخ وبيعرفوا العلاقه دي هم بيشهدوا بانه المسألة بتاعت العلاقة الخصوصية دي ما في أي منطق ولا في أي داعي لأنه الناس تشوشر عليها وتحاول تنقل الخلافات المحلية اللي بتعرض لها الأهلي في مصر، تنقل عشان هي تتبناها. المسألة دي مفهومة، يعني مفهومة للناس العقلانية. يعني بعض الناس يحاولوا خلافات الأهلي المحلية المعروفة هناك في مصر يحاولوا يتبنوها بدون أي داعي. انت عارف الكابتن صالح رحمه الله عليه، يعني يا استاذ ياسر، الكابتن صالح رحمه الله عليه، وعندما كنت اتحدث معه، طبعا احنا بنعتز بسليمان فارس وامين زكي ورحمه الله على اللي لقى ربه ويدي الصحه للباقي، اسامه يوسف وابراهيم كبير. فكان الكابتن صالح يقول لي ايه؟ يقول لي اعظم مدافع شافه في حياته، مش لعب معاه وبس، كان سليمان فارس. قال لي كان اعجوبه وكان لاعب فز يعني. فهكذا احنا يعني نعتز برموز ونجوم السودان كاهلاويه، متعونا وضافوا عليهم، والنهارده شط اهو عايش معانا وكانه من قيادات الكره في النادي. يعني بنفس المستوى يا زميلي ابراهيم، والله نحن بنعتز. وعلى ذكر الاسماء اللي ذكرها كابتن عدلي، الكابتن وسامه يوسف عمرقه هو جاري
وغريبي في نفس الوقت، هو من اللاعبين الأفذاذ اللي قدموا للأهلي. صحيح. في بداية جاب لنا كأس مصر. جاب كأس مصر. أيوه كابتن وسام وكابتن سليمان فارس. زي ما تفضل الباشمهندس، يعني كابتن سليمان فارس أنا ذكرت في يوم من الأيام إنه هو أول من أطلق عليه لقب السد العالي. أيوه. السد العالي كان في بداياته. كمشروع قومي وصوت عربي كبير. صح. اللقب ده اول من اطلق عليه واطلقته الصحافه المصريه على الكابتن سليمان فارس رحمه الله. ونشكر الكابتن عبد المنعم شطه، يعني عبد المنعم شطه واحد من الاسماء السودانيه اللي احنا بنعتز بها، والوسط الرياضي في مصر بيعتز فيه. يعني دي كل اشياء بتدل على عمق العلاقه التاريخيه المتجذره. وانا من هذا المنبر بتمنى من السيد هشام حسن محمد احمد الصوبات رئيس نادي الهلال، وهو متواجد في مصر منذ مباراه الهلال والاهلي اللي كانت في نهايه دوري المجموعات ومتواجد حتى الان، اتمنى منه انه على الاقل يقوم بمبادره هي حق قبل كل شيء لتقديم التهنئة وزيارة النادي الأهلي في مغره والواحد بهذا. أهلا بهم في كل لحظة وفي أي وقت. بهذه المناسبة بنهني حقيقة الأهلي على الطروح المعمارية اللي هو بيفتتح فيها بشكل مدهش وشكل مسهل، وبيتم لدرجة إنه الأهلي أصبح لديه مغرات يفاخر بها أعظم الأندية في العالم، وكان اخرها المغرة اللي تابعناه قبل ايام قليله في التجمع تقريبا. ايوه. استاذ ياسر احنا سعداء جدا بالتواصل مع حضرتك، وكل التوفيق ليك دايما. شاكرين جدا. الله يكرمك وانا اللي اسعد ومشكورين، وربنا يحفظ السودان ويحفظ يا رب، ربنا يحفظه ان شاء الله. ونشكركم على 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 شعوركم، ونشكركم على فتح قلوبكم وفتح بلدكم. يعني مصر فتح قلبها قبل ما تفتح بيوتها للأشقاء. وسحابة وسوف تعبر بإذن الله، ويعود الخير للسودان وللمنطقة بإذن الله. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الكبير السوداني الأستاذ ياسر قاسم. إيه الوعي ده وإيه المتابعة الدقيقة دي؟ لا يعني والله هو ده الطبيعي. وإحنا كنا وصديقك إمام عمار امام. بس عمار ماله، لان عمار عضو في النادي واهلاوي. يعني شوف ازاي بيحب الاهلي، وشوف الاهلي ده عنده ايه، يعني فوق اي حاجه بيتلكك عشان طول النهار يبقى موجود، يعني اطول مده ممكنه مع النادي الاهلي. لا هو يعني اشقاء بالمعنى الحقيقي، يعني ربنا يزيل الغمه ويبعد شياطين الغرب عن المنطقه عشان نعرف نستمتع ببعض زي ما كنا. يعني حتى هو بص الاستاذ ياسر قاسم، لانه اثناء احداث الهلال كان حد واعي جدا ورافض، كتب كلام عاقل جدا، كتب مقاله مهمه قوي. وشوف دلوقتي بيقول لك انا بناشد من دلوقتي انه رئيس الهلال يقدم التهنئه ويزور النادي الاهلي. يا ريت. بس هو عنده وعي كمان، قال لك انا عارف ان هناك من يريد نقل خلافاته المحليه من الاهلي مع الاهلي الى الخارج. طبعا هو ده اللي حاصل، ما ده اللي بنقوله. هو ده اللي حصل بالظبط. العبث في العلاقات. العبث في العلاقات، يعني دون اي مراعاه لمصلحه البلد. لان الاهلي ده وهو يمثل الاغلبيه الكاسحه من الشعب المصري، لا يمكن تاخده كده في سكه خلاف مع اشقائه ابدا. فالعقلاء هم اللي هيحافظوا على 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 ان الناس تتنبه الى هذه المحاوله الخبيثه الدنيئه. يعني الكلام يا جماعه، لما تشوفوا واحد زي الاستاذ ياسر قاسم وقبل منه الاستاذ علي الزين، ده راجل لبناني شقيق وده راجل سوداني شقيق، والاثنين مش بس بيثمنوا هذا التتويج الرائع للنادي الاهلي، لا هم على بينه بحقائق الامور وعلى بينه بالاعاقات والعرقلات اللي بتحصل للنادي الاهلي. وبيقول لك في الاخر الاهلي قافله ماشيه، في الاهلي الاهلي بيتغلب على كل الصعاب، وحتى محاولات البعض نقل خلافاته مع الاهلي بره الدنيا مكشوفه وواضحه قوي. على فكره
ولاية الأمر هو ملوش خلاف مع الأهلي. هو بي 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 بيفتعلوا خلاف مع الأهلي. يعني أنت لما طول النهار تقول له يا خطيب رد، يا خطيب قول، يا خطيب، هو الخطيب قال حاجة ولا جه ناحية حد؟ عارف أنا بقول لكم ليه كده يا جماعة؟ بصوا الرؤية اللي من بره التقدير للأهلي عامل إزاي؟ يحيرك جدا إنه على قناة نادي الزمالك الشقيق هي المفروض تتابع شؤون الزمالك وتهتم بشؤون الزمالك وتنتصر لقضايا الزمالك ودعم فرق الزمالك، هو ده. لكن فجأة يناقش أمر الأهلي مش بس كأهلي، لا ده محاولة الوقيعة بين الأهلي والأندية العربية الشقيقة. اسمعوا، عايزين نربط الخيوط. فضل. العداء مش من جوه نادي الزمالك بس، في عداء كمان من بره. في عداء بيسهل للمنافس فكرة الحصول على البطولات المحلية، في عداء بيخلي لجان مسابقات تأجل للنادي الأهلي 7 مباريات، فبالتالي انت بتقتل المنافسة على المستوى المحلي. هل اكتفى الأهلي بانه يبقى البطل الوحيد في مصر؟ لا. نقل هذا العدم الاكتفاء لبطولة افريقيا، بطولات افريقيا، نقل الكاف، بقى بيحارب الفرق الافريقية بنفس الفكر، فكرة التحكيم، الحكام الملاكي هم اللي موجودين مع النادي الأهلي في البطولة، فكرة انك انت الوحيد المؤجل لك، كان في ربع النهاية كابتن طارق ونص النهائي الفريق الوحيد بين ال8 فرق والاربعة اللي متأجل له 6 7 ماتشات كان النادي الأهلي، فبالتالي كان بيروح لاعب الفرق دي وهي لعبة في دورياتها عندها إرهاق، الأهلي بيروح مرتاح، فبالتالي البطولات راحت من الأندية التانية، الأندية التانية بقت عاملة زي المحلة والإسماعيلي، أنا بتكلم عن الأندية الأفريقية، اختفت أندية تونس من الخريطة، اختف فين مازيمبي الكونغولي اللي كان شبح وطالع مكسر الدنيا، فين سان داونز اللي كسبان الاهلي 5 وبره البطوله؟ حد يقول لي انا مش بقول ان الاهلي لا يستحق اللقب ولا انه يستحق ما يفرحش، هم حرين يفرحوا، انا كزملكاوي لا بفرح للاهلي ولا بزعل عليه، انا كل الفريق وتركيزي مع فريقي. انا يهمني الزمالك يكسب والزمالك يبقى كويس ويبقى زي الفل، ماليش دعوه الفرقه الثانيه تعمل ايه، لكن يهمني مستوى المنافسه اللي بقى في منتهى الضعف محليا في الدوري، ما تنقلوليش كمان على مستوى بطولات افريقيا وابقى انا يبقى انت البطل الوحيد وبتالك كده انك انت عامل حاجه صح. النتيجه ايه بتاع ان الاهلي بطل افريقيا؟ تعظيم سلام للاهلي. فين منتخبات مصر؟ فين كاس العالم؟ فين ميداليات اولمبيه؟ فين منتخبات الناشئين والشباب والاولمبي من بطولات افريقيا؟ فين منتخبنا من المحليين او منتخبات الشباب والناشئين؟ انتهت يا كابتن طارق. اذا كان المقابل لدوري ابطال افريقيا كل سنه هيبقى الكره المصريه، لا مش عايزين دوري ابطال افريقيا. تمام. طيب الامر ده اللي يخص النادي الاهلي ده الزميل صبحي عبد السلام على شاشه قناه الزمالك يا جماعه، مش على اي حته تانية. انت لو تشوف صبحي ده كان بيقول ايه؟ اه ما هي موجوده قبل ما يشتغل كان بيقول ايه؟ اه ولا جيبها له بقى عشان الناس تفتكره وتعرف تغير الموقف ده سببه ايه. بصوا يا جماعه ما يخص الاهلي اضعف، انا تعمدت اجيب لكم الكلام ده بعد ما سمعت الراي اللبناني من الاستاذ علي الزين والراي السوداني من الاستاذ ياسر قاسم عن تقديرهم للنادي الاهلي، وشوفوا النادي الاهلي خارجيا بيقدر ويثمن ازاي والناس شايفه بطولاته وقيمتها عامله ازاي. يبقى من الداخل هنا الاهلي مش بس اضعف المسابقه المحليه اللي بياخدها على طول وبتتاجل له علشانها 7 مباريات، وانا تاني نفسي يقولوا لي ايه البديل عن تأجيل المباريات. رقم واحد الاهلي هو المضار الاكبر من تأجيل المباريات. انت بتلعب ل 34 مباراة بمدة زمنية طبيعية جدا. الاهلي بيلعب المباريات اهو هيلعب 10 منهم فاصل 3 ايام. تلت الدوري الاهلي هيلعبه بفواصل زمنية غير طبيعية. وده ثلاث ايام. ده مش كان سبب ان الزمالك سنتين ياخد الدوري؟ نفس السبب ده في الظرف ده السنتين اللي فاتوا الزمالك خد الدوري باعتراف الاهلي راجع منهك بيها. يرجع الاهلي مجهد اخلص عليه. الاهلي دلوقتي بيلعب بيلعب تلت الدوري بفاصل زمني 3 ايام، فاصل ما حدش لعبه في المسابقه. هو الاهلي كده استفاد من التاجيلات وضير جدا. كون ان الاهلي بقى عنده حكمه في الاداره الفنيه وقادر يدور اللعيبه بينها وبين بعض وقادر يستخدم اكبر عدد من اللعيبه لغايه دلوقتي 29 لاعب، قادر يتغلب على هذا الظرف. مين قال الاهلي مستفيد من التاجيلات؟ البديل على التاجيلات ايه؟ ما يلعبش كاس عالم للانديه ويقعد جنبكم هنا،
ما يتأهلش لنهائي دوري ابطال افريقيا ويقعد جنبكم هنا. ده الكلام ده في حاله واحده بس يا استاذ ابراهيم، لو كان النظام ده اتعدل ثانيا اثناء البطوله. هذا النظام انتوا ليه مش عايزين تقروا وليه مش عايزين تعترفوا انه الورقه اللي مبعوته للاهلي مبعوته للزمالك ولكل الانديه من عامر حسين واداره الرابطه، انه اي فريق بيشارك في المسابقات الخارجيه هياخد 3 ايام قبل مباريات الداخل واربع ايام قبل مباريات الخارج، ولو صعد للادوار الاقصائيه هيلعب الذهاب والاياب بدون مباراه محليه بينهم. هو اشمعنى بيراميدز لما ياخد نفس القاعده حلوه قوي على نفسكم لكن على الاهلي وحشه؟ ما هو الزمالك لما كمل في الكونفدراليه في 2019 خد هذه الميزه وتاجل له عدد ماتشات كتيره، ورئيس النادي ساعتها حلف بالطلاق بالثلاثه ما هلعب وما لعبش، اجل مباريات بالطلاق وما لعبش. على فكره القاعده دي اتعملت عشان الموقف ده، راحوا حاطين عشان يبقى فير انف بين الجميع، حطوا بند يسري على الجميع. هتقولي ساعتين الاهلي استفاد بيهم زياده عشان يتقال اصله بيتاجلهم. بعدين ايه بقى، خدوا بقى التشنيعه العربيه، الاهلي فين مازيمبي؟ ده فلان مسؤول عن اختفاء مازيمبي يعني ولا؟ وهو ده صن داونز اللي كسب الاهلي 5؟ ايوه. طب كان يحصل ايه يعني؟ ايه اللي عمله الاهلي عشان صن داونز ما يكملش؟ ايه المنطق العجيب الغريب ده بجد يعني؟ اصله الاهلي استفاد لانه خد مؤجلات بينما الفرق العربيه والافريقيه ما خدتش راحه كافيه. انتوا مندوبين عن مازيمبي، ومازيمبي مالها؟ ما تاهلتش اصلا. على فكره الحلقه اللي فاتت جبت ان صن داونز وبتاع المدد البينيه ما كانتش برضو نفس الوضع. نفس الوضع الوداد المغربي اللي انتوا بتقيسوا عليه، الدوري بتاعه مستمر لغايه النهارده، مستمر لعب الاسبوع ال 27 او ال 28. الوداد بين الاهلي في بين الذهاب والاياب الوداد ما لعبش اي مباراه. الرجاء في الدور اللي قبله في دور الثمانيه بين الذهاب والاياب ما لعبش اي مباراه زي ما الاهلي بالظبط. استاذ ابراهيم انت الرقي بتاعك بيخليك تناقش الموضوع بشكل موضوعي. هو ما فيهوش موضوعيه لانه هو عايز يوقع بينك وبينه. عايز يضمه الى صفوف المظلوميه واحنا كلنا بنتظلم زي بعض يعني. انت فاهم ازاي؟ يعني هو عايز يوجد لنفسه الحجة الدائمة الداخلية والخارجية. واخد بالك؟ لكن هو لما يعني والنبي تجيبوا لنا من سنة كده كان بيقول ايه؟ ها؟ هتلاقوه عندكم برضو انا متأكد لو تعبتوا نفسكم. هو نفسه كان بيقول ايه؟ وكان رأيه ايه في الأحداث؟ وكان الهجوم اللي كان بيهاجمه على المكان اللي هو النهاردة بيدافع عنه باستماتة. ده شيء الحقيقه ما كناش نحب ان احنا نتصدى له. ولكن وانت تذكر الاهلي هنا بقى، هنا لا ما تعبسي في علاقات الاهلي، علاقات البلاد مش الاهلي. انت بتكلم الوداد والرجاء هم شعب المغرب، المغرب وتونس، وبتكلم الترجي. طب الاهلي كسب الترجي كان يعمل ايه الاهلي؟ لا وكل انديه تونس هم شعب تونس. سيادتك عايز تنفصل لوحدك هنا اعمل اللي انت عايزه، لكن انا الاغلبيه الكاسحه انت برضو بتوقع كده او بتخلق فتنه سبقك غيرك اليها وفشل. فمن فضلك لانه النتيجه حتى الخارج انتوا شفتوا مش شايفينك كده. بيقول لك احنا عارفين اللي بيحصل مع الاهلي في الداخل. يا استاذ ابراهيم هو انا لما يجي لي انا راجل مذيع في الاذاعه برنامج رياضي ايام ماتش في تونس في ايام ماتش الترجي يقول لك فلاني الفلاني والمعد بتاعه فلاني الفلاني بعتولي قالوا لي ان ادي الجواب اللي الشركه ادته جواب مزور وقال اساميهم ولا يخجلوا ولا في حمر خجل. انتوا عايزين تعرفوهم؟ هتعرفوهم عشان هيردوا علينا، هم اللي هيردوا علينا. يعني وفين المحله وفين الاسماعيلي؟ نفسي اعرف ايه مسؤوليه الاهلي على المحله والاسماعيلي او عن الوضع في الداخل؟ هو الدوري السنه اللي فاتت المحله بسم الله ما شاء الله عليه. الدوري السنه اللي فاتت كان ده ليها فرقتين في الممتاز. الدوري كان حلو وقوي السنه اللي فاتت لما الاهلي خسره. لما الاهلي يقرب منه دلوقتي بقت في مشاكل واصل الاهلي بيتاجلوا. وتاني شوفوا لكم نغمه وشوفوا لكم البانه غير موضوع المؤجلات.
لانه بنفس المنطق الكل خد هذا الامر. بس خدوا بالكم اللي بره اللي انتوا هدفكم ان انتوا تصدروا لهم صوره سلبيه غير واقعيه عن الاهلي، والله كاشفينكم قوي، كاشفينكم قوي. وسمعتوا الاستاذ ياسر قاسم والاستاذ علي الزين الاثنين بيقولوا ايه؟ مش على السوشيال ميديا بيترد عليهم والله. حاجه غريبه جدا جدا، وكان الاهلي بقى مسؤول عن كل حاجه، وبقت المشكله ان الاهلي اتاجلت له مباراة. طب هتكلم عن مين دلوقتي يا استاذ ابراهيم؟ ما هو لازم يتكلم عليك في محاوله يائسه انه يشوشر عليك، انه عشان كده بقول لك ربنا يستر على اول ثلاث ماتشات. اول ثلاث ماتشات دول مهمين جدا، الاهلي يستعيد الريتم بتاعه. ها لازم يدخل في الجو تاني، وهم هيحاولوا بقى وانت بتلعب الماتشات دي يزغلوا له لعيبتك. ولذلك انا عايز اللي بيتكلموا، هو انا هو انت تصدق ان حسين الشحات اللي كان حلم حياته يجي النادي الاهلي، والله يعني يكلمه باسمه ونسيبه ليه هذا الكلام؟ يعني انا وانت يعني الناس مش ناسي حسين الشحات عمل ايه عشان يجي النادي الاهلي ويستمر فيه. واذا كان حسين الشحات بيتكلم دلوقتي من منظور احترافي شويه، لكن هو ما يتصرفش بالطريقه اللي هم عايزينه يتصرف بيها. انا لا اتصور هذا، لا يجب ان يتصرف، لا كده. انا لا اتصور كمان انه هيتصرف كده باذن الله. لانه يعني لا، هو ناضل كثيرا من اجل الاهلي ولن يضحي بهذا الامر. طيب شفنا هذا الرأي الجزائري، الرأي اللبناني والرأي السوداني، نشوف الرأي الجزائري الشقيق. الكابتن حكيم سبع، واحد من محللي الكرة العربية والجزائرية، واللي الحقيقة بيقنعنا بتعليقاته. كابتن حكيم مساء الخير. مساء الخير أستاذ، سلام عليكم، سلام لكل أهلاوية. أنا عارف ان انت في اسبانيا، عارف انك في اسبانيا. تحياتي وتحيات المهندس عدلي، ويا ريت الصوت يعلى شويه. لا يتحرك من المكان او سنة. تتحرك من المكان يا كابتن حكيم. اوكي الصوت الصوت كده اوضح شويه. كابتن حكيم، تابعت تتويج الاهلي بالبطوله الافريقيه في دوري الابطال، انطباعاتك ايه؟ اكيد طب الصوت ممكن تتحرك شوية يا كابتن حكيم؟ المكان اللي انت فيه محتاج تغيره. الحين سمعني كويس؟ كده كويس. قلت لك انه الاهلي في الحقيقه معودنا في اخر اربع خمس سنوات انه بداياته في ابطال افريقيا تكون يعني نوعا ما مقلقه ومخيفه نظرا لالتزاماته الخارجيه من كاس عالم للانديه والدوري المصري والبطولات الخارجيه، لكن دائما لما يوصل الى دوري المجموعات او الى الربع النهائي اكيد انه الاهلي من اقوى المرشحين، ان لم يكن اول مرشح في فوز بهذه البطوله. يعني والحقيقه تقال انه اغلى لقب للاهلي كان هذه السنه، لانه كان عنده عده قراءات وعده اعتبارات، اعتبار انه الموسم الماضي انهزم بطريقه يعني انا بالنسبه لي كانت بعض الشيء تنقص من قيمه الاهلي او حق الاهلي بالتعبئه في عمليه او طريقه التعامل مع الاهلي كنادي كبير، وكذلك رياضيا يعني انه الاهلي كان هو الاكثر حظا انه يكون بطل، لكن الحمد لله الامور رجعت الى نصابها والاهلي اخذ حقه مره اخرى وفي نفس المكان ومع نفس النادي من دون انقاذ من نادي الوداد الرياضي اللي هو كذلك نادي كبير من كبار افريقيا. لكن انا من منظوري الخاص الاهلي الان هو من يجب ان يتسيد الكره الافريقيه من كل النواحي، من الناحيه التنظيميه، من الناحيه الرياضيه، من ناحيه التعامل، وحتى من ناحيه الرقي. الاهلي بطل دوري الابطال، واتحاد العاصمه الجزائري بطل الكونفدراليه، والفريقان على كاس السوبر، كيف ترى المواجهه القادمه كابتن حكيم؟ والله العظيم انا اراها من منظور مباراه اخويه، يجب ان يكون طبعا. تكون الروح الرياضيه هي السائده حقيقه. يعني اذا قارنا بين الفريقين اكيد انه الاهلي
الاهلي له الافضليه الخالصه والتامه، لكن في كره القدم لا ليست علم دقيق، اذا ربما تكون هناك مفاجاه من اتحاد العاصمه، خصوصا انه في اوج عطائه بمدرب كبير، بمدرب عنده خبره افريقيه كبيره، بمدرب قدر ان يحقق ما لم يحققه سابقه وهو انجاز تاريخي بالنسبه لاتحاد العاصمه. لكن انا عندي نداء للفريقين او للناديين او للشعبين، هو اتمنى رؤيه الفريقين قبل بدايه المباراه ان ياخذوا طوره جماعيه لتعزز العلاقه والاخوه التي بين الشعبين المصري والجزائر. هو ده اهم شيء الحقيقه، وانا احييك تماما على انك انت تشير الى هذه المباراه انها سوف تشهد وتعكس حقيقه العلاقات الطيبه اللي بين الشعبين، والشياطين بعض الشياطين حاولوا يعبثوا فيها ايضا من خلال الكره، ولكن لولا صلابه هذه العلاقه ما استردت صحتها بهذه السرعه وهذه القوه وهذه العافيه، وسوف تستمر من خلال لقاء الاشقاء اللي بين الاهلي واتحاد العاصمه وغيره من الاشقاء. وانا ساذكرك من سنتين كان هناك لقاء بين الاهلي المصري ووفاق الصيف الجزائري، وكانت مباراه اخويه ذهابا وايابا، وحتى ان وفاق الصيف ولو انه انهزم، ولا اقول خسر، ولكن انهزم في المباراه وخرج من البطوله على يد الاهلي، ولكن حتى في نهايه المباراه كانت هناك روح اخويه وتقبل، وحتى ان الاهلي المصري استقبل رئيس وفاق الصيف عبد الحكيم سراب، وكذلك هناك لاعب اولتنا يعني بالطبيعه وهو ابن الاهلي الان بالتبني قندوسي. اذا انا اقول انه اظن ان العلاقات الشعبويه والاخويه بين الشعب الجزائري والمصري، وحتى العلاقات بين النوادي الجزائريه خصوصا مع الاهلي المصري، فاظن ان تشيبها شائبه او ان يمسها اي من كان، لانها متجذره من سنوات وسنوات. ربما تكون هناك بعض ما اقولش المشاكل، ولكن في الاخير تبقى تطفو الى السطح العلاقه الاخويه، صفاء النفوس والمحبه التي تكون بين الشعبين. كمحلل رياضي كبير، كيف ترى قدرات احمد قندوسي وما المنتظر منه مع الاهلي؟ والله العظيم شوف، احنا كلنا ننتظر، ليس فقط انا او الجزائريين، ولكن كل المتتبعين كانوا ينتظرون انه في هذا النهائي، ونظرا لمجريات المباراه كانوا ينتظرون ان القندوسي كان يجب ان يدخل، بمميزاته البوكس تو بوكس كلاعب يمكن يلعب على الطرف او يلعب يدخل في الوسط او يوصل بقوه الى الصندوق، لكن اراء بايلر وهي كانت صحيحه بطبيعه الحال لانه فاز باللقب كانت هي الاصح، لكن اظن ان القندوسي لو اعطي اكثر ثقه، لو اعطي اكثر مباريات، سيبهر المصريين وسيكون من نجوم الاهلي المصري باذن الله. ان شاء الله تعالى. يعني ونحن نشكرك ونشكر الجزائر على هذا السفير الرياضي الرائع القندوسي الذي دخل قلوبنا جميعا وقلوب زملاء قلوب المصريين بخلقه وتواضعه واخلاصه، وننتظر منه وتنتظرون معنا الكثير من هذا اللاعب الخلوق ان شاء الله. وانا اشكركم على شرف الاستضافه، واتمنى من القندوسي أن يكون خير سفير للكرة الجزائرية في مصر وفي نادي الأهلي، لكي يمكنه أن يفتح الأبواب للكثير 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 من المواهب الجزائرية التي لا تنتظر إلا الفرصة، خصوصا في نادي كبير يفتح أفق كبيرة ومستقبل كبير في كرة القدم وهو الأهلي المصري. شكرا جزيلا للكابتن حكيم سابع المحلل الرياضي الجزائري الكبير على هذه المداخلة وعلى هذا الإطراء في حق النادي الاهلي وهذا التتويج المستحق، واعتقد كلها شهادات سواء التونسيه سواء اللبنانيه او السودانيه او الجزائريه وغيرها الحقيقه من كل الشهادات من الاشقاء تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، هي دي قيمه الاهلي وهي دي مكانه النادي الاهلي وهو ده تقدير المحترمين لبطولاته. بص يا استاذ ابراهيم، في هذه الجوله هروح بقى للمغرب. هما بيحاولوا يستفزوا الوداد ويلعبوا في العلاقات وكده، ولكني انا متاكد ان الجمهور الودادي بعلاقاته التاريخيه العميقه جدا ومعه الرجاء بعلاقاته التاريخيه العميقه جدا، وانت حتى تلمس من الشياكه، يعني انت رحت خدت البطوله هناك في المغرب،
لحد قطع عليك نور وسابوك تحتفل وسابوك على حريتك منتهى الرقي والقبول والاحترام والاحترام الذي يعكس علاقة محترمة بين أشقاء. العبوا غيرها، انتوا بره الصورة وبره الكادر لأنكم مش عارفين تعيشوا الروح الرياضية ومش عارفين تعيشوا أجواء. يعني إن كرة القدم والرياضة تقرب ولا تفرق، والعبوا على نغمة الخلاف عشان تبقوا لوحدكم بإذن الله، لأن طول ما انتوا مشغولين بالأهلي وبالوقيع مع الأهلي لا صدى لكلامكم، لا صدى. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف صدى تاني. وتخاف على الأهلي إزاي والأشقاء العرب اللي انتوا سمعتوهم من متابعتهم كمتخصصين فخورين جدا، سمعتوا منهم كلمة إنه الأهلي خامس أندية العالم، حسيتوا بده هنا؟ بجد؟ حد حس بالإعلام الرياضي المصري بيحتفي بأعظم ترتيب وتصنيف لحد في كرة القدم في تاريخ مصر؟ ما حصلتش. الاتحاد الدولي بيعلن القائمة باشمهندس بتاعة 2023 من 30 من 1 مايو السنة اللي فاتت ل 30 ابريل السنة دي. خد بالك مش داخل فيها الدوري المصري لأن كل الدوريات بره خلصت. لا ومش داخل فيها البطولة اللي خدها النهاردة. لا البطولة الأفريقية داخلة. أنت بتقول 30 ابريل يا إبراهيم. مش داخل فيها دوري الأبطال. يعني اللي خد دوري الأبطال ولا دخل فيها البطولة الدوري اللي لسه ما اتحسمتش، بس النتيجة تكون ايه؟ ولا السوبر ولا حاجة. مين أول القائمة؟ مين الخمسة الأوائل؟ ريال مدريد الأسباني الأول 320 نقطة، فلامينجو البرازيلي الثاني 295 نقطة، المان سيتي الثالث ب 254 نقطة، بنفيكا البرتغالي الرابع ب 274 نقطة، الخامس مين؟ الأهلي المصري. الأهلي المصري. شوف الأهلي بيحط مصر بلده فين؟ بين عظماء الكرة في العالم. مع كل اللي بيتقال على وضع الكرة المصرية، الأهلي المصري الخامس ب 228 نقطة. طب نقطة، احنا انت عمال تقول نقطة نقطة نقطة. الرانكينج ده اتحسب ازاي؟ بالنقط. بالنقط. أنا بس عايزة. ما هو ده معيار. ما لا لازم الناس تفهم اللي مسممين دماغهم. والله بالنقط يا حبايبي. عايزين تحطوا معايير إن أنتوا كنتوا أحسن نادي يوم الثلاث في مش عارف يوم إيه، ما أنتوا حرين. السادس نابولي الإيطالي ب 225 نقطة، بالميراس البرازيلي السابع ب 223 نقطة، ميلانو الإيطالي الثامن 221 نقطة، بورتو البرتغالي التاسع ب 219 نقطة، مانشستر يونايتد العاشر 218، يجي بعد كده بايرن ميونخ ويجي بعد كده برشلونة في ترتيبات متأخرة جدا، بينما الأهلي يجلس بين الخمسة الأوائل على مستوى العالم بنتائجه في الفترة دي في سنة. ده فقط عشان ما يتقالش التاريخ والإنجاز والقديم والجديد، ده إنجاز السنة دي. دي إدارة النادي الأهلي. ده الأهلي اللي ملوش في الإدارة. طب ده التاريخ والإحصاء ولا الفيفا؟ الاتحاد الدولي لكرة القدم. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عمل تصنيفه مستمد من نفس النهج، واهتم الكاف إنه لما يحط التصنيف بتاعه يشير للرقم العالمي. أدي التصنيف الأفريقي اللي انتوا شايفينه، الخانة الخضراء الأولانية التصنيف بتاع الكاف الأول الثاني، اللي جنب منه الخامس يعني الأهلي دوليا. الدولية الورلد اهو بالموف، اديكم شايفين الأهلي الأول افريقيا والخامس عالميا. أقرب حد افريقيا له مين؟ الوداد البيضاوي المغربي. الـ30 يعني وصيفك الأفريقي بينك وبينه 29 مركز عالمي، وانت بتتكلم في حصاد سنة واحدة. ده الحصاد بتاع 2023 من ابريل من مايو السنة اللي فاتت للنهاردة بالظبط 30 ابريل. هل
اهتمينا في الاعلام المصري بحاجه زي كده؟ هل سمعنا برامج عندنا شغله نفسها الاهلي ليه بيتاجل له والقائمه تبقى 25 وازاي نضيق على الاهلي؟ وازاي نوقع بينه وبين اشقائه؟ وازاي نوقع بينه وبين الاشقاء العرب؟ وازاي نخلق له مشاكل؟ وازاي نشكك في فرقته؟ وازاي بصوا العالم حاطط الاهلي فين؟ بس الاهلي ملوش في الاداره برضه. وصل لانه يبقى يسبق برشلونه ويسبق انديه عالميه عريقه وكبيره لكن ملوش في الاداره. شفتوا الاهلي كل ما يتم معه يتحول الى قوه دفع حقيقيه كبيره جدا تخليه بين انديه العالم. استاذ ابراهيم بياخد من ازماته عشان يخلق دوافع الفوز. اي نادي تاني كان يتلقى هزيمتين من ثلاث ماتشات منهم واحده بالخمسه ما كان سلم نمر ورمى الفوطه. وبمجرد ما مصيره اتقلب، ما كانش لسه لعب الهلال هنا. بمجرد ما رجع له مصيره يبقى بين ايديه انه لازم يكسب الهلال ويكسب القطن ماتشين ورا بعض، الناس كلها قالت ايقظتم المارد، الاهلي لو عدى هياخد ثقه من العالم وتخوف من المحيط الداخلي ان ده هيحصل هيحصل. ده جه منين يا استاذ ابراهيم؟ من مكانتك وتاريخك وسوابقك وحقك وجدارتك. الحقيقه انا بقول اعلامنا ما اهتمش بتصنيف كبير قوي زي كده للموضوعيه وللامانه. نشير لمقاله الاستاذ محمود معروف في الجمهوريه بدون مجامله، وكتبها بدون مجامله يعني، لانه قال لك الاهلي بين الكبار في عالم كره القدم. وقال نشرت احدى الصحف الرياضيه العالميه تحقيقا عن اشهر واحسن انديه كره القدم في العالم، وكم كان رائعا ان يكون النادي الاهلي المصري هو النادي العربي والافريقي الوحيد بين اشهر انديه كره القدم في العالم. وقال ان الصحف العالميه اهتمت كتير بوجود النادي الاهلي بين كبار انديه العالم في كره القدم، وده كان له صدى حتى على مستوى المحيط العربي والمحيط الاقليمي بتاعك. يعني كل الاعلام بره علق على الكلام ده، احنا هنا التعتيم بس اللي فضل ماشي. استاذ علي الزين المحلل اللبناني قال جمله، قال لك وكان رائع انه الكابتن محمود الخطيب حريص على الايمج بتاع النادي الاهلي، حريص على القيمه والصوره الذهنيه للنادي الاهلي. لسه بتسألوا عن الرعايه؟ لسه بتسألوا على القيم التسويقيه بتتعاظم ليه؟ لسه بتسألوا عن اهميه الاداره الرياضيه الفاهمه والواعيه؟ شفتوا المردود الخارجيا بيتقال ايه؟ انت في النهايه بتحافظ على القيمه والرصانه والوقار والايمج بتاع النادي الاهلي. استاذ ابراهيم بدا قلت الايمج والقيمه التسويقيه هتنزل مسابقات مع شركه الشركه اللي احنا تعاقدنا معاها الاخرانيه دي جرينتا، هتتفرج عليه هتعمل ايه في السوق المحلي. بس انا عايز بقى ايه جماهير الاهلي العظيمه تترقب وتنتظر وتتعلق بمثل هذه المسابقات. ده كلام مهم جدا يا جماعه لجماهير النادي الاهلي في كل مكان. واديكم شايفين الصدى بتاع بطولات الاهلي ونجاحاته عامله ازاي، وشايفين الاحتفاء العربي، واحنا خصصنا الحلقه دي بالذات للأشقاء العرب في هذا التواصل وهذه اللحمة وهذه المشاركة الحقيقة الرائعة جدا منهم وتدفق مشاعرهم. وأنا عارف كتير منهم من الأصدقاء كان مهتمين جدا، يمكن المحلل والكاتب الصحفي التونسي المتألق فتح المولدي لما كلمته كان قد إيه مهتم جدا أنه يتدخل معنا، لولا عنده ارتباطات عمل في نفس توقيت البرنامج. ده تقدير الأهلي عند الأشقاء. الأستاذ عبد الباقي مسعود المحلل التونسي في قناة حنبعل التونسية، اسمعوا عن رؤيته للنادي الأهلي وتقديره ليه. اليوم الناس الكل تحكي على ثقافة نادي الأهلي، يقول لك الأهلي ثقافة. ثقافة هذه سي عبد الباقي شفناها في الميدان، شفناها في اللعبية، شفناها في الإطار الفني، شفناها في الفرحة من بعد، شفناها في الرئيس، شفناها في كل التفاصيل، في البروتوكول، في كل شيء. ما فماش واحد يقري ثقافة الأهلي المصري في تونس للأندية التونسية. كان نتواضعوا شوية.
ما يصيرش نمشي ونشوف الاهلي ونتفرج على النادي الاهلي ونشوف شنو ايش عنده كبنيه، ايش عنده كاوتي دو ترافاي، كيفاش قاعد يخدم، كيفاش ادارته، كيفاش هيئته، كيفاش مجلس الاداره، كيفاش واحد نتفرج. اليوم نقول لك حاجه، مش الاهلي، مش الاهلي، مش الاهلي، الاهلي الاهلي تجاوز كل الحدود في مصر وفي العالم العربي وفي افريقيا. ثم ثقافه عميقه جدا في المسائل هذه، وثم احترام كبير. راه وقت اللي يقف محمود الخطيب وكيفاش الاعتداد بمجد الاهلي مش بنفسه، وعمره ما حسس حد انه هو كان ملاعبي، ولا عمره ما تدخل في 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 في, 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 في اختيارات فنيه، يستحيل. باش معناها كل حاجه يعني. طبعا احنا بنجيب بنذكرهم عشان احنا خدناهم في جوله، ها كان يجب نشوف حتى في تونس الكلام عامل ازاي عن ثقافة الأهلي، عن ثقافة الأهلي وعن الناس اللي عمالة تتكلم، ها وادي الاحترام وادي الجدارة وهذا وادي الاعتراف. وشوف انت عايز طب تروح الأردن، خالد سعد لاعب الكرة الأردني اللي احترف في الزمالك لاعب نادي الزمالك السابق، يعني شاف الوضع من الداخل، عشان كده رأيه مهم. أشعر بملامح وجهك وأثناء حديثك عن ثقافة الأهلي كونك لمستها عن قرب ولعبت ديربيات هناك ضدهم. شوف انا انا بالحاله هاي بالفتره هاي ما بدي احكي لك بموضوع تحليل، انا بدي احكي لك من اللي عشته مع اللاعبين المصريين. تفضل بدي اسمع منك. يعني النادي الاهلي عنده طريقه تحفيز للاعبين غير عاديه، ولا اي نادي في العالم ممكن تشوفها طريقه التحفيز. انت بتحكي النادي الاهلي في هاي البطولات او المواقف في بطوله افريقيا تحديدا 100 مليون شخص بتوجه وبيعمل فوكس على النادي الاهلي، كيف؟ الثقة اللي موجودة عند إدارة النادي الأهلي والوزن والثقل اللي موجود عند إدارة نادي الأهلي، حتى التعليقات والانتقادات من جماهير الزمالك بيحولها نادي الأهلي لشيء إيجابي للاعبيه. يعني يعرف أن يخلق من التحديات إلى يحولها إلى فرص إيجابية للاستثمار. يعني بنحكي هو نافس فريق جيد في القارة الأفريقية الوداد البيضاوي، صح، لكن ثقة اللاعبين بأنفسهم، بحكي لك معن طريقة التحفيز عند اللاعب في الأهلي أو اللاعب المصري تحديدا في الأهلي غير عادية، طريقة يعني محفزة، محفز عالي، هرمون التحفيز، التحفيز عالي جدا، وصفة أهلاوية. نعم وصفة أهلاوية، لذلك هو ليس من فراغ اسمه الأهلي. نعم ريال مدريد نادي القرن أفريقيا. لما نحكي دوري أبطال نادي الأهلي المصري بصراحة عندهم لاعبين مميزين، وإذا شفنا البديل اللي نزل في المباراة 4 لاعبين أو 5 تبديلات، هذول لاعبين قبل سنتين كانوا أساسيين في الفريق. يعني شوف دخول اللاعب البديل وهو كان من موسمين أساسي، يدخل بنفسية عالية، معدلات ركض، شفنا عمرو السولية، عمرو السولية من أهم لاعبين المنتخب المصري ولاعبين نادي الأهلي، صح. إنك بتدخل بالشوط الثاني كبديل وبتأدي نفس الأداء كأنك بتكون لاعب أساسي، شو هالعقلية عند اللاعب المصري؟ شوف احنا هناخد بقى إيه محمود فايز وخالد بيون ونعلق على الثلاثة عشان الوقت بيداهمنا، لأن الثلاثة قايلين كلام يعني طيب رائع. المدرب والكابتن محمود فايز، كلكم فاكرين محمود فايز راجل محترم كان مساعد هيكتور كوبر المدرب الأرجنتيني للمنتخب، راجل كتب، بصوا بقى الكلام، المشاعر تحدثنا عن الحظ وعن ضربة جزاء أطهر الطاهر، سوف أحدثك عن أنجح منظومة إدارية ورياضية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أحدثك عن مجلس إدارة متفاني متعاون محترف من أكبرهم إلى أصغرهم، حتى في أقصى درجات الخلاف ما تجد إلا رقي وأدب واحترام. كابتن الخطيب يتنازل عن الوقوف في منصة أكبر بطولة قارية ليرقي ويرفع من مقام رئيس البعثة الشاب حسام غالي الذي يتحسس أولى خطواته الإدارية وبامتياز، وبناء كوادر جديدة وكأنه وإثار الثقة بالنفس. أحدثك عن منظومة فريق فيه استقرار فني مع قرار ثابت، قوام ثابت، مع مدرب خبرة فاهم، مع لاعبين عندهم روح وعزيمة في أقصى درجات الشدة تجدهم حاضرين مقاتلين. أحدثك عن جمهور عظيم يحرك الصخر، في أقصى درجات التضييق عليه تجده حاضر مضحي واقف ورا فريقه، لا يشبع ولا يمل، طموح واثق في فريقه. عايز أقول لكم محمود فايز كمان بعدها عمل صورة له هو وهيكتور كوبر أول ما الأهلي كسب البطولة، وبينقل لجماهير الأهلي وللنادي الأهلي تهنئة هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب.
أهل الذهب أهل التاريخ، مبروك الأهلي وأحبابي، رافعين راسي والله تحت كل أرض وسماء. أفريقيا تتزين باللون الأحمر، زعيم قارة أفريقيا عن جدارة واستحقاق، وتحية من مستر كوبر، وفرحة من القلب لكل ما هو مصري، لشعب يستحق الفرحة والابتسامة وكل حاجة حلوة. مبروك لإخوان اللاعبين ومجلس الإدارة والجمهور العظيم. هذا الثنائي كان حسام غالي موجود يعني هم مش ويقول لك كدر وبامتياز وبتاع، التقدير التقدير ملوش دعوه بان كان في خلاف. هكذا ينظر الاهلي، وكان يصنف ان هو مش اهلاوي محمود فايز، ولكن يتحدث بموضوعيه واحترام. بموضوعيه، ده اللي انت بيخليك تبقى سعيد جدا ان ياتي الاشاده من هذه الاقلام. طب ما تسمع للكابتن خالد بيومي، وهو الراجل مش محسوب على الاهلي بس محسوب اكتر على الحق والصحة، على القيمه والموضوعيه. الفوز مش سهل في ملعب مركب محمد الخامس بكازابلانكا امام جماهير صعبه جدا وقويه جدا وكبيره جدا، جماهير نادي الوداد. الكل كان يخشى فكره ال 2-1 والهدف اللي تم احرازه في الدقائق الاخيره من المباراه، والبعض تصور ان النادي الاهلي ممكن يكون خارج البطوله او خارج كمان اللقب اللي كان بيسعى عليه اللي هو رقم 11. ولكن طبعا لانه الاهلي ودي امكانياته وقيمه النادي الاهلي وطبيعه النادي الاهلي انه بيلعب دايما على البطولات، ما عندوش ياس، ما عندوش مشكله ان هدف دخل وما دخلش، النتيجه لو حتى خساره هناك مش مشكله خالص بالنسبه للنادي الاهلي، ممكن يعوض. حتى لو تعادل في القاهره ممكن يعوض، شفناها في بطولات كتير جدا حتى في ملعب رادس امام نادي الترجي. ده بيورينا طبعا قيمه وحجم النادي الاهلي كاسم وكتاريخ، ليه دلاله كبيره جدا على المباريات وعلى البطولات وعلى الالقاب النهائيه امام اي فرقه بيلعب قدامها في القاره الافريقيه بالكامل. طبعا انا كان عندي ثقه كبيره جدا في النادي الاهلي وعندي ثقه كبيره جدا في مارسيل كولر، ولكن الاهلي مر بمرحله صعبه جدا في البطوله كلها، من التاهل على حساب الرجاء، وبعد كده على حساب الترجي، وبعد كده كمان الفوز على الوداد، ثلاث انديه قاريه كبار جدا جدا في شمال افريقيا. قبلها كان التعادل والخساره من سان داونز، وناس فكرت النادي الاهلي من الممكن هو يسقط او يرمي المنديل على فكره الخساره، ما اعتقدش النادي الاهلي من الانديه اللي موجوده على مستوى العالم اللي ممكن تقع عشان مباراه. ممكن تحصل في نادي ثاني، في النادي الاهلي لا، لانه عنده سيستم. والدليل والتاكيد ان كل اللعيبه اللي جم في تاريخ النادي الاهلي من خارج النادي الاهلي وهم كتير في التوقيت الحالي بيخشوا في المنظومه بسرعه، يعني مثلا مروان عطيه خد كام بطوله من يوم ما جه؟ نفس الموضوع خالد عبد الفتاح. ده بيورينا ان النادي الاهلي نادي عنده سيستم بيدخل عليه اي لعيب. الجزئيه الثانيه مارسيل كولر 5 سبتمبر تم التعاقد، بعدها على طول 4 شهور 5 6 7 شهور كسبان 4 بطولات. ما اعتقدش ان في نادي في العالم بيكون عنده الشكل ده او الوضع ده او البطولات دي. ده تاكيد على قوه النادي الاهلي وعراقه النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. احنا جبناكم الثلاثه ورا بعض، اردن تونس محمود فايز 4 وكابتن خالد بيومي، سمعت حد فيهم او في اللي قبليهم او في المداخلات اتكلم على ان الاهلي اتعامل وارتاح وتم تدليله ومؤجلات؟ سمعت عن مجاملات في التحكيم؟ سمعت عن حد قال حظ؟ سمعت ولا الناس دي كلها كانت تتحدث عن ثقافه الفوز، عن اراده الفوز، عن الخروج من المحنه الى المنحه، عن الثقافة اللي عند لعيبة الأهلي تحديدا، وخالد سعد يكررها مرة واثنين وثلاثة، الأهلوية المصريين تحديدا، ودي ثقافتهم، وياخدوا من الصعوبات عشان يتجاوزوا كل حاجة، وكلهم رجعوا لنفس الأسباب تقريبا، وإحنا لقينا نحتفل معاكم بهذه الرؤى. وسيب اخويا ابراهيم بقى لاني ما عنديش تاني كلام اقوله. دهمنا الوقت، شكرا جزيلا، وشكرا لفريق الاعداد للحلقه الثانيه على التوالي، بذل مجهود كبير في تجميع هذه الاحتفائيات والاحتفالات في كل مكان. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير، نلتقي دوما ان شاء الله. تصبحوا على خير.